هنروح للخبر الاخير لينا داخل جدران نادي الاهلي وهو رواد التنس. النادي الاهلي مش بس بيتلعب بطولات الهدف منها هو النشأ او زي ما بيقولوا الشباب او الناشئين، ولكن الاساتذه الكبار في السن سواء في السباحه سواء في التنس الارضي في كل الالعاب. النادي الاهلي مهتم ايضا برياضه الاساتذه. تنظيم رائع لبطوله الرواد للتنس الارضي باهلي مدينه نصر. بطوله الرواد للتنس الارضي اتعملت من ايام في اهلي مدينه نصر وشهدت مشاركه عدد كبير من اعضاء النادي، طبعا لقطات من هناك ونجومه السابقين. البطوله شهدت تنظيم رائع من المسؤولين في النادي ولجنه الرواد تحديدا. في لجنه في النادي الاهلي اسمها لجنه الرواد وهي مسؤوله عن البطولات من هذا النوع، الحقيقه بنكون سعداء بيها جدا. كاميرا الابطال كانت موجوده في البطوله وعملنا التقرير اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا طبعا بنستضيف في البطوله عندنا بطوله الرواد للنادي الاهلي من فوق سن 35 سنه للرجال لحد فوق 65 سنه، وبنستضيف السيدات من فوق 30 سنه لحد فوق سن 55 سنه. بنستضيف في نفس الوقت 21 ايفنت ما بين فردي وزوجي، منهم 10 ايفنتات فردي و11 ايفنت زوجي، 10 زوجي وواحد مختلط. البطوله عندنا كان فيها السنه دي 211 لاعب مشتركين في البطوله في ايفنتات الفردي والزوجي. تعتبر اكبر نسبه مشاركه حصلت في بطولات السنه دي في بطولات الرواد الى الان. احنا عندنا نوعين من الجوائز، جوائز عينيه بتقدم للمراكز الثلاثه الاوائل دايما، الاول والثاني والثالث مكرر سواء في المسابقات الفردي او الزوجي، ومسابقه ماليه وجوائز ماليه بنقدمها لنفس اللاعبين، غير انها هنعمل حفله بعد ان شاء الله توزيع الجوائز بنتقابل كلنا مع بعض وبناخد شويه سناكس بحيث ان نقعد مع بعض اكتر. هو هدف نشاط الهدف الاساسي من نشاط الرواد ان احنا ننمي روح الحب والتعارف بين الناس اللي هم السينيورز، انهم يعرفوا بعض ويقدروا يكونوا كوميونتي جديد يكون في نوع من الرياضه عشان تنمي قدراتنا الصحيه في السن ده. طبعا احنا كنا محضرين البطوله دي قبلها بحوالي 14 يوم بحيث ان هي تبقى يعني حاجه تليق بالنادي الاهلي. لا طبعا النادي الاهلي طبعا صرح رياضي قوي، فكان لازم ان هو يبقى احسن بطوله. احنا دي حاليا البطوله الخامسه في خلال عام، احنا عملنا اربع بطولات قبل كده، كان في سموحه وسبورتنج والتوفيقيه والزهور، لكن الناس كلها طبعا بتشكر في بطوله الاهلي. طبعا عدد اللاعبين كبير قوي بالنسبه لاربع ايام فقط لا غير، والحمد لله على كل شيء. وطبعا احنا بنتشرف ان احنا في النادي الاهلي والنادي الاهلي ده بيتنا وبيت الرياضه كله. احنا محظوظين يعني ان احنا عندنا يعني مجلس اداره داعم تماما لكل الانشطه الرياضيه بتاعه، وفي التنس تحديدا بعد طبعا دعم كابتن الخطيب كابتن محمد غزاوي مجلس اداره بالكامل ورانا بيذل لنا كل العقبات اي حاجه بنحتاجها. فزي ما شفت حضرتك البطوله نجحت بكل المقاييس، كله بيشكر في التنظيم وفي البتاع، فالحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني احنا ايه عملنا بطوله كويسه بشهاده الجميع. النظام المتبع في هذه البطوله هو نظام بالنسبه للتحكيم اللي هو نظام الروفينج، بمعنى ان التحكيم الحكم يبقى جوال من بره هو بيتابع سير المباريات. ده النظام الجديد والقواعد الجديده اللي حطها الاتحاد المصري، طبعا ده جزء من النظام الاتحاد الدولي بص عليه هو نظام الروفينج. الحقيقه التنظيم هنا لجنه الرواد ساعدتنا في انجاح هذه البطوله واخراج طبعا بنزور بالمظهر اللي ظهرت عليه اللي كله شاهد بيه من حيث التنظيم ومن حيث المواعيد، وشارك فيها طبعا جميع اللاعبين جايين من جميع الانديه من سموحه والمحله، جميع الانديه مشاركين فيها على مستوى الاربع ايام. هو طبعا يعني النادي الاهلي دائما وابدا بطولاته متميزه ودائما بتحظى باعجاب وتاييد وحب كل المشاركين، ولما بنروح أندية أخرى يعني تتعمل فيها البطولات فبتشعر بالفرق الكبير جدا في الروح العامة الموجودة في التنظيم في التطور، ففي كل يعني بطولة بتجدها إن هي دايما أحسن من اللي قبلها. وطبعا ده بيرجع لكل اللي هم المسؤولين عن منظومة التنس في النادي الأهلي. يعني أنا أول مرة أشارك في بطولة الأهلي مدينة نصر، بس بشارك في بطولات كتير يعني، بما أني في عضو في لجنة الرواد. حقيقي النظام هنا أكثر من رائع وكل واحد عارف واجباته إيه.
الحكم العام الملاعب رؤسة الملاعب صبية الملاعب الإداريين حاجة بصراحة تشرف. والنادي الأهلي طبعا نادي عريق في تنظيم البطولات يعني. الحقيقة يعني ما عنديش كلمة أقولها غير من أجل ذلك تلعب الرياضة. يعني مش بس إن أنت تلعب رياضة عشان تاخد بطولة بس، طبعا ده حاجة كويسة، ولكن لما تلاقي النهاردة يعني أساتذتنا ومعلمينا الكبار ويعني وإخواتنا الكبار يخشوا يلعبوا بطولات وتنظم لهم على أعلى مستوى، واهتمام النادي الأهلي بيهم الحقيقة حاجة يعني منتهى الجمال. كل التوفيق ليهم يعني الحقيقة، وبنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الرواد الحقيقة على تنظيم بطولات من هذا النوع للأساتذة وطبعا إخواتنا الكبار.